La glorieuse équipe nationale. Merci beaucoup et bon courage. Thank you.
في أجواء رائعة كما شاهدتم. غادرت العناصر الوطنية فندق أوتيل دوفيل هنا في بورتو أليغري على أمل أن يعود المنتخب الوطني إلى هذه المدينة، لأنه في حالة تأهل المنتخب الوطني سنعود إلى هذه المدينة أين ستلعب مباراة الدور الثمن النهائي إما أمام المنتخب الألماني أو أمام المنتخب الأمريكي. على كل حال أجواء مميزة عاشها الفندق ليلة أمس بحضور عائلات اللاعبين الذين سمح لهم لأول مرة بالمبيت في هذا الفندق، أين قضوا الليلة مع اللاعبين في أجواء كما قلنا أكثر من رائعة، فرحة كبيرة، فرحة هستيرية سهرت أمس بعد هذا الفوز الكبير والرائع أمام المنتخب الكوري. على كل حال المنتخب غادر اللحظة فندق أوتيل دوفيل متوجها إلى مركز الإقامة بسوروكابا، على أن يغادر غدا مركز سوروكابا متوجها إلى كوريتيبا أين سيلعب المنتخب الوطني آخر مباراة له في الدور الأول أمام المنتخب. المباراة الثالثة ستلعب أمام المنتخب الروسي وهي مباراة مصيرية، ولكن اليوم مغادرة المنتخب الوطني كانت تحت هذه الأمطار الغزيرة وبرودة الطقس الذي عادت من جديد اليوم في مدينة بورتو أليغري. رضوان بوحنيكة مبعوث الهداف تيفي من أمام